هاي شكلك فاضي، شكل الإجازة واضح واضح، أو إنك مشتاق لي. نقول مشتاق لي أحسن. أوكي مشتاق لي. السلام عليكم ورحمة الله، في جدي معكم من خلف الشاشة. نعم لقد عدنا. ما ادري ايش، بس يعني رقصة العودة اعتبروها رقصة العودة. واهلا وسهلا فيكم في العودة زائد تحديثات اللي بالقناة. قبل ما ابدا طبعا، اول شيء احب اشكر الاخت حنان اللي هي استلمت النيو لوك الكامل، هذا اللوجو والشانل ارت كله من تصميمها، فكرتها وتصميمها ورسمها وكل حاجة. طبعا فاشكر حنان شكر لا نهائي. طبعا حسابها في تويتر راح تلقوه تحت، هي رسامة وعاشقة للجيمز والانمي والمسلسلات واعتقد الدراما الكورية والكي بوب حاجة زي كذا. فاذا تحس ان عندكم انت كذا في يعني تشابه في الهوايات راح تتابعها. بعد ما نشكر حنان طبعا لازم نشكركم انتم صراحة، يعني كنتوا سند وكنتوا يعني عاطفة جميلة جدا تغمرني يوميا، يعني صباحا ومساء، سواء احد يسال عني، سواء احد يستفسر، سواء احد يسالني او يعني يجعلني انا مرجع الخاص. فالشيء هذا يعني ما راح اقدر اوصف لكم اياه قديش هو جميل، قديش هو وراء كل اللي يربطنا هي شاشه. لكن رغم ذلك القى منكم اهتمام، والقى منكم سؤال، والقى منكم استفسار، وكذلك دعم بأننا نخلي القناة هذه أفضل وأحسن. فأنا طبعا استمعت لكلامكم، فأكثر شيء كنت أسمعه أنه إحنا طالبين كام فيس كام، وكذلك حلقمة. هذه أكثر حاجتين، أو هذه يمكن أكثر نقطتين قوية عندي في هالقناة هذه، فهنشتغل عليها. واستعدوا عاد راح تطفشوا من وجهي بما اني شاري كاميرا جديده. وفي نفس الوقت راح تلقوا حلطمه كثيره. فالعوده طبعا ما راح تكون مجرد عوده، بل هي راح تكون يعني عوده مع تحديث. فالتحديثات اللي راح تصير في القناه هي اولا راح نركز شويه على الالعاب اكثر، راح اركز عن اخبارها، عن موعد صدورها، اوكي، وكذلك ان احنا نسوي لها تجربه سواء من نص ساعه الى ساعه في الالعاب يعني طبعا اللي تنزل جديد. فهذا شيء. ثاني شيء راح احاول ادخل شوي الانميات في القناه، واتمنى الشيء هذا يعني يكون يعني كملطف جو بين فتره وفتره. راح نتكلم عن الانميات الكويسه، الانميات السيئه، الانميات الموسميه، او الانميات الكلاسيكيه اللي تستاهل انك انت تشوفها. كذلك راح ازود فقره واللي هي سؤال وجواب، لانه في اسئله تصير دائما مكرره وعلى قد ما اني اجاوبها، بس المشكله ان في جوابي انا افيد شخص واحد. فمن هذا المنطلق فكرت ان انا اجيب سؤال مكرر، او سؤال احس انه شوي يعني فعلا يعني محتاج له انت معلومه، او محتاج انك انت تسوي شيء معين عشان تسويه، واصير انزل عنه حلقات. فالشيء هذا علشان انا اسويه راح احتاج منكم انكم ايش تعبولي اسئله شويه تحت في التعليقات، بحيث انه ايش ان اختار الشيء اللي اشوفه مناسب وكويس. طبعا المقطع هذا برعايه عرق جبهتي، رغم اني قاعد في تكييف وكل حاجه، لكن الظاهر حاب يطلع معايا في الحلقه. فيس، فقلنا سؤال وجواب. كذلك راح اركز في انه اكثر من البث بين فتره وفتره، اخليه يعني ياخذ جزء لا باس به من القناه. طبعا ما زلت عندي شويه مشاكل، لكن اذا ان شاء الله يعني قدرت اني احاول اتجاوزها راح اطفشكم بثوث كذا جمعه صح. واخيرا وليس اخرا طبعا، القناه ما زالت راح تكون تحتوي على التختيمات، لكن احس انه شويه راح يقل التركيز شويه على التختيمات. بصير يعني حريص شوية في أني أختار تختيم يناسب الكل، أو يعني يصير مطلوب من الكل، رغم أنه أغلب التختيمات اللي ألعبها مطلوبة من الكل، لكن ما ألقى أي يعني تفاعل، لكن مو مشكلة. بس أتمنى كذا تكون جسم العودة جميلة وناسبتكم. وإذا عندكم أي اقتراحات أو أي أفكار ممكن إحنا نقدمها، ممكن نسويها، ممكن يعني نفيد فيها القناة هذه، أكون لكم شاكر وأكون لكم ممنون جدا 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 جدا، لا خلا ولا عدم، جميعكم اشكركم. بس اتمنى نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه على خير. الى هنا بيس. يعني كل اللي يربطني بينك ويربطكم